ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو مميز جدا جدا. النهاردة الفيديو هيكون عن تفريز البطاطس. الطلب مني كتير جدا، وطريقة عمل تفريز البطاطس اللي هي نص مقلية. تمام، هنشوف ازاي هنعملها مع بعض من الالف للياء. اول حاجة، ده نوع البطاطس اللي انا استخدمته للتفريز، هو ده اللي انا هستخدمه للتفريز. انا قلت ايه، اوريكم شكل البطاطسايه من الاول خالص. ده موجود في السوق اهي، اللي هي ايه، تحس ان هي عليها رمل كده، الرمليه دي. تمام، تعالوا بقى كده اهو من اول خالص هبتدي ان انا اقشر البطاطس كده اهو معاكم بالشكل ده اهو. تمام كده اهو، واي حاجه من الحاجات دي بشيلها كده اهو، نستبعدها كده اهو عشان ايه ابقى عملت معاكم خطوه خطوه اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، ادينا ايه قشرنا البطاطس. طبعا هنشطفها بعد بقى ما هتتغسل، هتبقى معايا البطاطس بالشكل ده. تمام، ادي إيه البطاطس بتاعتنا اهي، بعد ما اتقشرت واتغسلت. تعالوا بقى اوريكم نقطعها، بصوا صوابع كده اهو، صوابع تخينه كده. طيب قطعتيها كده ازاي؟ تعالوا بقى كده اهو اوريكم. ادي القطعه بتاعتنا اهي ومعايا السكينه. تمام، هبتدي اخد كده اهو كده اهو كده اهو، قطعتها تلاته. تمام، هقطع كل واحده برضو تلاته بالشكل ده، بحيث ان الصباع معايا يبقى تخين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام، وطبعا البطاطس دي كلها اللي انا عملتها، عايزه تعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها اعمليها. طبعا اليومين دول البطاطس رخيصه زي ما انت عارفه اهو بالشكل ده، وتقدري بقى تفرزيها. هوريكم كمان اللي انا مفرزاها من السنه اللي فاتت واطلعها قدامكم، ومن نفس نوع البطاطس دي. طبعا البطاطس دي كلها مغسوله. هجيب بقى معايا هنا بوله كده اهو بالشكل ده، هنزل كل كميه البطاطس بتاعتي. هبتدي اغلي ميه، معايا ميه مغليه من الكتل، وابتدي انزل بالميه المغليه دي على البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اغطي البطاطس كلها كده اهو بالميه المغليه. تمام، هنقص بس شويه ميه، انا نقصت شويه ميه بس عشان هحط شويه خل. تمام اهو. طيب الكيلو عليه ربع كوبايه خل، ربع كوبايه صغيره اللي هي الكوبايه بتاعت الشاي دي، ربع كوبايه او معلقتين كبار من الخل. مش هحط ملح، مش هحط اي حاجه غير هو الخل في الميه السخنه. تمام، واتاكد ان الميه مغطيه البطاطس. هغطي بقى على البطاطس دي في الميه السخنه واسيبهم لمده 10 دقائق. بعد 10 دقائق هنفضي بقى هنفضي الميه الزياده، وبعد كده هنبتدي بقى نقليها في الزيت. تمام، هاجي لكم بقى بعد 10 دقائق، بعد لما البطاطسايه بس عايزاها تاخد السخونه الجامده، الميه مغليه قوي مش سخنه، الميه مغليه جدا. واسيبها بعد 10 دقائق وارجع لكم بقى عشان نشوف هنحمرها مع بعض ازاي، وبعد ما بتتحمر بتتفرز ازاي، وده اهم حاجه واهم مرحله. تمام، تعالوا بقى بعد ما عدى 10 دقايق على البطاطس، زي ما قلت لكم يا دوبك الميه بقت سخنه بس مش بقت مغليه قوي. تمام، الوقت ابتديت اسخن زيت على النار. هاخد بقى البطاطس بتاعتي كده اهو على طول من الميه على طول اللي هي فيها الخل دي، مش هحطها في ميه ساقعه ولا هبردها ولا اي حاجه، زي ما هي كده اهو، بس بقت بردت شويه، بقت اقدر ان انا امسكها بايدي. وهروح نازله كده اهو بالبطاطس في الطاسه زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام اهو، نوزع بقى البطاطس في الطاسه كده اهو، عشان انا مش عايزه احرك البطاطس كتير في الطاسه عشان ما تتكسرش مني. تمام كده اهو اهو، ما بنحطش اي اضافات تاني، ولا بحط ليمون ولا بحط ملح ولا بحط اي حاجة غير هو بس شوية الخل والمية تكون سخنة، وما بنبردش المية، يعني ما بطلعهاش من المية اللي هي من المية السخنة ابردها بمية ايه، بمية من الحنفية ولا اي حاجة. هناخدها كده اهو، هنطلعها نص سوا، مش اطلعها نية، هنطلعها من غير ما تاخد لون، هنطلعها بيضة من غير ما تاخد لون. اهم حاجة ما تحركيش في البطاطس وهي
على النار، لان لو حركتي فيها هتتكسر معاكي وهتشرب زيت. اول ما تيجي بس احس ان هي دخلت معايا في السوى هرجع لكم تاني علشان اوريكم بنطلعها شكلها ايه، ونطلعها على مناديل مطبخ ان شاء الله، ونسيبها تتصفى كويس جدا. من العوامل اللي بتنجح البطاطس ان هي تتصفى كويس جدا. لو فيها زيت وحطيتيها في الفريزر هتتكسر معاكي، هتعمل التلج، الزيت ده بيعمل تلج. هنشوف كل حاجه مع بعض وهوريكي ازاي كمان تحفظيها، وهتعجبك جدا جدا الطريقه دي بجد بجد، مش هتبطلي تعمليها. اشوفكم بقى اول ما تاخد لون. تعالوا بقى عشان ايه البطاطس كده اهو، هنبتدي بقى نطلعها مع بعض. خلاص كده اهو، بصوا نص مقليه، ده شكل النص مقليه، مش واخده لون ومش نيه، تبقى بتحسي ان هي متغلفه كده بطبقه بيضة. تمام، هبتدي بقى اشيل البطاطس كده اهو مع بعض، هطلعها على ورق مناديل مطبخ اهو بالشكل ده. تمام، نطلعها تتصفى كويس قوي، ده اهم حاجه. وهحط طاسه تاني بعديها بالشكل ده. تمام، اهم شيء، بس اهم شيء ان انا مش عايزه البطاطس فوق بعض كده اهو. اول ما طلعناها تبعديها كده عن بعض عشان تنزل الزيت كويس، ما تنزلش الزيت على بطاطس تاني، فالبطاطس اللي من تحت تشرب زيت اكتر. فهمت قصدي ايه؟ اهو بصي، مش عايزه اتنين فوق بعض، افرديها كده اهو بالشكل ده، مش تصفي بقى نفسها خالص، وبعد كده نبقى نعبيها. هنحط بقى الطاسه التانيه. بصوا بقى كده، عايزه اوريكم على حاجه، البطاطس دي اللي كانت عندي في الفريزر، تمام، هي دي انا فضيتها بس من الكيس. تمام اهي، بصوا متجمده معايا، يا دوبك فضيتها من الكيس وحطيتها كده في الطبق اهي. تمام، البطاطس دي اللي كانت في الفريزر اهي، شايفين بالشكل ده. معايا بقى الزيت وهو سخن كده، ودي من السنه اللي فاتت عشان تبقوا عارفين، معايا الزيت اهو سخن، هنزل بالبطاطس على طول بالشكل ده. تمام، ده كيس من اللي انا كنت حاطاه في الفريزر من السنه اللي فاتت زي ما بقول لكم اهو. وطبعا البطاطس نازله متلجه، ماشي، متلجه، بس زي ما انتم شايفين كده ما كانش فيه حواليها تلج ولا اي حاجه. البطاطس اما نزلت متلجه بردت معايا الزيت شويه، لان الزيت كان سخن، فده امر طبيعي. تمام، هنسيبها بقى كده اهو لحد لما تاخد معايا اللون كده اهو القرمش، عشان ما اخدش بس من وقتكم كتير. اول ما تيجي تاخد بس معايا لون هرجع لكم تاني عشان اوريكم كمان النتيجه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، وان شاء الله باذن الله هتعملوها وهتدعوا لي وهتبهركم جدا جدا جدا. ودي من اهم تفريزات رمضان بالنسبه لي البطاطس، لان بتوفر عليا وقت، وبتوفر عليا مجهود، وبتوفر عليا كل حاجه. اهم شيء ان التفريز يكون ممتاز جدا، ودي نوع واحد بس من تفريز البطاطس. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم انواع كتير جدا جدا من البطاطس المتفرزه، هنعمل تفريز البطاطس المحشيه، هنعمل كمان تفريز البطاطس اللي هي التخينه دي الفريسكس، هنعمل شويه بطاطس كده حلوه هقول لكم عليها باذن الله هتعجبكم قوي. اشوفكم بقى بعد ما تحمر عشان ايه ما اخدش من وقتكم كتير. بصوا ادي البطاطس بتاعتنا اهي، بصوا بعد ما اتحمرت وفاتحه وجميله معايا ازاي ومقرمشه جدا. بصوا عايزه اوريكم اللون بتاعها اهي، بصوا تحفه ازاي ومقرمشه وجميله جدا اهي، بصوا بالشكل ده. وكمان اهم حاجه ما شربتش معايا زيت خالص. تمام، هطلعها بقى اصفيها عشان لسه عايزه اوريكم انا بفرز البطاطس ازاي. انا كده بس وريتكم النتيجه اللي هي بتاعت البطاطس اللي كنت مفرزاها من السنه اللي فاتت زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل الجميل ده. تمام، تعالوا بقى كده اهو، دي البطاطس بتاعتنا اللي احنا حمرناها نص تحميره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي، بعد لما صفيتها على مناديل فردتها كده معايا بالشكل ده علشان تنزل لو في اي زيت زياده او في اي حاجه، عشان كمان ما تعجنش فوق بعض وتتكسر. ودي اللي انا حمرتها معاكم اهي، اللي كانت في الفريزر وطلعناها وحمرناها زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اوريكم قلبها كمان من جوه عامل ازاي، ادي البطاطس اهي، بصوا بصي من جوه عامله ازاي، ودي كمان بقى لها سنه في الفريزر اهي. بصوا يا رب بس يبقى واضح اهو، بصوا القلب بتاعها من جوه،
عبقري ازاي وجميل بالشكل الجميل ده اهو، ومن بره مقرمشه وجميله بالشكل الحلو ده. فدي كده النتيجه بتاعت البطاطس، طبعا النتيجه مبهره جدا. تعالوا بقى عشان عايزه اوريكم البطاطس دي نحفظها ازاي. بصوا بقى معانا كيس من اللي هي الاكياس اللي هي محكمه الغلق دي، زي ما قلت لكم قبل كده دي اللي انا بحب افرز فيها البطاطس. طبعا بردت خلاص كده اهو معايا، هبتدي احط كده اهو حبه حبه من البطاطس بالشكل ده. هتحطي كله بالطول يبقى تحطي كله بالطول، هتحطي كله بالعرض يبقى تحطي كله بالعرض، والكيس على قد المره اللي هتعملي فيها الاكل كده اهو بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده اهو، طبعا على قد اللي انت هتعمليه. هنفضي بقى الهواء نعملها كده عشان ما تاخدش معايا مكان في الفريزر بالشكل ده اهو، وهنحطها بالشكل ده فين؟ في الفريزر. كل كيس على قد المره اللي هتعمليها، هتنفعك جدا جدا في رمضان. ودي كده كانت اول تفريزات، وانا عارفه ان هي دي تفريزات مهمه جدا 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 بالنسبه لرمضان، البطاطس المحمره مفيش استغناء عنها ابدا ابدا ابدا. كمان استغلي ان الموسم بتاعها اليومين دول ورخيصه وسعرها حلو قوي. يا رب لو الفيديو بتاعي عجبكم اتمنى تدوا لايك كتير، واللي ما حطش لايك في اول الفيديو اتمنى يحط لايك في اخر الفيديو، وان شاء الله باذن الله استنوا كل الجديد وكل الحصري وكل تفريزات رمضان هتكون من مطبخ جيجي على قد ايدي، واللهم بلغنا رمضان، واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وباي باي حبايب قلبي جيجي.